الأدلة الشرعية على وجود النقاب، الأدلة الشرعية على وجود تسمية بالنقاب أو غيره، النقاب أو السيلة أو البرقع، يعني ستر الوجه. الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب المراد به الساتر الذي يستر المرأة بكاملها من وجه غيره، ويكون هذا الحجاب إما جدار وإما باب وإما ثوب أو غطاء أو خمار، كله يشمل الحجاب. فأمر الله سبحانه وتعالى بضرب الحجاب بين الرجال والنساء، والآية هو إن كانت غالبة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عامة لنساء الأمة، لأن الأصل في الأدلة العموم، إلا ما دل الدليل على أنه خاص. وأيضا التعليل بالآية الكريمة يشعر بالعموم، بقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان القصد هو الحفاظ على طهارة القلوب، قلوب الرجال والنساء، فهذا عام في جميع الأمة. فإذا أمرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب فغيرهن من باب أولى، إذا أمرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع عفتهن وكرامتهن فغيرهن من نساء الأمة من باب أولى، فطهارة القلوب مطلوبة في كل وقت وفي كل حين. ثانيا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدنون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يأمر بناته وزوجاته ونساء المؤمنين بأن يدنون عليهن من جلابيبهن. الجلباب معناه الغطاء الكامل من جسم ولا يسمى بالجلال. أمر الله سبحانه أن يدفع منه على الوجه، كما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معنى الآية: فأدنى من ثوبه على وجهه وأبدى عين واحدة. وهذا منه تفسير للآية الكريمة وتوضيح لها، وهو ترجمة للقرآن رضي الله تعالى عنه. وكذلك الآية الثالثة في قوله تعالى: ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. أمر الله سبحانه وتعالى بأن يدل الخمار من على الرأس على فتحة الصدر، ويلزم من هذا أن يغطي الوجه لأنه يمر بالوجه، فيكون في ذلك دليل على الحجاب. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. مراد الزينة هنا زينة الجسم، وما عليها من زينة الحلم أيضا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية واضحة بالسفر إلى أن قال في ختام الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. دل على أنهن يلبسن الثوب على الأرض ويغطون بذلك ما على الأرض من الحلي. إذا كانت الأرض تغطى فالوجه من باب أولى، لأن الوجه أشد فتنة من الرجل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكانت إحدانا فكان يمر بنا الغصبان، فإذا مروا بنا قبلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا نص صريح من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته أنهن يغطون وجوههن عن الرجال وهن محرمات غير محرمات من باب أولى. وقال صلى الله عليه وسلم: المحرمة لا تنتقص، يعني لا تلبس النقاب، دل على أنهن قبل الإحرام كنا يلبسن النقاب. وليس معنى ذلك أنها تزيح النقاب عن وجهها وتبقيه مكشوفا، بل تغطيه عن الرجال كما في حديث عائشة. ولكن معنى الحديث أنها لا تلبس ناخيطة من وجه خاصة من نقاب أو غرفة، ولا يمنع ذلك أن تغطيه بغير ما في الوجه، كما أن الرجل ممنوع في الإحرام من لبس المخيط، ولا يمنع هذا أن يلبس الإزار والرداء ويغطي جسمه، إنما منع من المخيط فقط، كذلك المرأة لا تغطي وجهها بالمخيط فقط. جزاكم الله خيرا.